الواحد من يوليو من عام 1981 سمع بعض العمال في شارع ووندلاند بلوس أنجلوس امرأة تصرخ من منزل مجاور لمكان عملهم. شكوا في حدوث أمر ما، وعند النظر من نافذة المنزل شاهدوا شيئا مروع أقل ما يقال عنه أنه حمام دم. فاتصل أحدهم بالطوارئ التي وصلت على الفور. عندما وصل المحقق بوب سوزا إلى مكان الحادث، وجد أن الأشخاص في المنزل قد تعرضوا للضرب بشكل عنيف لدرجة أنه كان من الصعب التعرف عليهم. وعندما نظر إلى شريكه المحقق لانغ، عرفوا على الفور أنهم أمام جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان. ستعرف هذه الجريمة باسم جرائم قتل ووندلاند، وهي مذبحة تورط فيها مدمنون على المخدرات وممثل إباحي ومجرمون وبعض ممثلي هوليوود. جريمة تم اعتبارها واحدة من أكبر ألغاز الجرائم الأمريكية في كل العصور. قام المحققان بمسح المنزل بمجرد أن نقلوا السيدة سوزان لينوس إلى المشفى. كانت المخدرات والأدوات والمعدات موجودة في كل مكان، وكذلك أسلحة قتل وتعذيب. كانت سوزان محظوظة لكونها على قيد الحياة، لكن الآخرين لم يحظوا بمثل هذه الفرصة. لقد تهشمت رؤوسهم إلى حد كبير بسبب الهجوم المتواصل عليهم. هؤلاء الضحايا هم رون لينيوس وباربرا ليتشانسون وبيلي ديفيل وجوي ميلر. عندما تم اكتشاف أن سوزان على قيد الحياة، كانت مستلقية على الأرض بجانب سريرها. في الفراش كان زوجها رون الذي كان لا يزال تحت الغطاء محاطا ببركة من الدماء، وبجواره المطرقة التي قتل بها. كانت جو ميلر مستلقية على سرير في غرفة أخرى ورجلاها تتدلى منه. كان ديفريل عند سفح هذا السرير، كان جسده نصف عار مغطى بالدماء من الرأس إلى القدمين. كانت باربرا ريتشاردسون هي الوحيدة الموجودة في الطابق السفلي بجوار الأريكة التي كانت تنام عليها. يبدو أن عصابة ما قد دخلت إلى المنزل عندما كانوا جميعا نيام. من المحتمل أنهم تعرضوا جميعا للضرب بالهروات قبل أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، ولكن كان الضحايا لديهم تاريخ حافل أيضا، لم يكونوا ملائكة. في السبعينيات والثمانينيات كانت ووندلاند مكانا سيء السمعة، كانت منشأ للمخدرات والمدمنين وراغبي الاحتفال والتعاطي. كانت ميلر هي المالك الفعلي للمنزل الذي وقعت فيه الجرائم، وعاشت هناك مع زوجها ديفريل. سبب وجود سوزان ورون هناك وأنهما كانا جزءا من الجماعة أو العصابة الخاصة بووندرلاند. هؤلاء الناس قد صنعوا ثروات طائلة من التجارة بالكوكايين الذي أغرق الشوارع. تعاملوا في ذلك المنزل مع كميات هائلة من الممنوعات، وبالطبع كان هناك الكثير من الشخصيات الغير لائقة تتجول في المكان. كانت إحدى تلك الشخصيات الأسطورة الإباحية جون هولمز، وهو رجل اشتهر بالتمثيل في الأفلام المخلة بالآداب. تم تسريح رون لينيوس أحد ضحايا ذلك المنزل بشكل مخزن من الجيش الأمريكي بتهمة تهريب الكوكايين من فيتنام في أكياس جثة الجنود، وقضى بعض الوقت في السجن بسبب تهريب الهيروين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. كانت ميلر مدمنة أيضا، ولهذا وقعت في العمل مع تلك العصابة. أما بالنسبة لباربرا ريتشاردسون، فيبدو أن كل ذنبها أنها كانت صديقة لأحد أفراد العصابة، كان يدعى ديفيد ليند، وهو مدمن هيروين له تاريخ من العنف. كان يجب أن يكون معهم في تلك الليلة، ولكن لحسن حظه كان في فندق قريب يتعاطى كميات كبيرة من المخدرات. أما سوزان الناجية، على الرغم من أنها لم تكن ملاكا، إلا أنها كانت فقط في المنزل لأن زوجها كان هناك. أخبرت سوزان الشرطة بكل شيء رأته في تلك الليلة، لكن جمجمتها تحطمت بشكل سيء لدرجة أنها فقدت جزءا منها. عانت من فقدان الذاكرة بعد ذلك، ولم تكن قادرة على تذكر أي شيء حدث في تلك الليلة المصيرية. والسؤال الآن، لماذا يرتكب أي شخص مثل هذا العمل الوحشي ضد هؤلاء الأشخاص الذين كان بعضهم مجرمين؟ بالطبع لم تكن هذه عملية سطو عادية، بل كانت عملية انتقامية، وأراد الجناة أن يوصلوا رسالة معينة. وقعت جرائم القتل في الواحد من يوليو، ولكن ما حدث في التاسع والعشرين من يونيو
هو ما فسر تلك الجرائم. كان ذلك لأن عصابة وندرلاند قد سرقت شخصية معروفة في عالم الجريمة، كان اسمه جون ناش. وقد وصل هذا الرجل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء بعض الوقت في مخيم اللاجئين الفلسطينيين. لقد واجه صعوبة في التأقلم، ولم ينسى أبدا رؤية سهره وهو يسقط قتيلا على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي. حولته حياته القاسية إلى شخص لا يحب العبث معه. بعد بضع سنوات في الولايات المتحدة أصبح صاحب عدة نواد ليلية ومطاعم في لوس أنجلوس. التقى بجون هولمز في أحد نواديه الليلية وأصبحوا أصدقاء للغاية. كان هولمز معروفا في هذا الاتجاه، وكان مستهلكا ومتعطشا للكوكايين والمخدرات. كان هولمز صديقا أيضا لعصابة وندرلاند، وهو من أخبرهم عن ناش وكيف يحتفظ بكميات ضخمة من المال والمخدرات في منزله. في 29 من يونيو قام رون لونيوس وديفرييل بزيارة منزل ناش. كانت الخطة بسيطة للغاية. في آخر زيارة لهولمز لمنزل ناش لشراء بعض المخدرات، ترك مزلاج باب المنزل الخلفي مفتوحا ليسهل عملية الدخول لكلا من رون وديفرييل، معتقدا أن ناش لن يكتشف أمره. وأخبرهم هولمز عن الأماكن التي يحتفظ بها ناش بالأسلحة، المال والمخدرات، ولكنه لم يخبرهم عن مدى شر هذا الرجل. دخلت العصابة إلى منزل ناش وسرقوه، وأصابوا الحارس الشخصي له برصاصة عن طريق الخطأ. عرف ناش أن هولمز هو من سهل دخول العصابة، ولكنه لم يكن يعلم هويتهم. أحضره إلى منزله وعذبه حتى يخبره عمن سرق منزله، ويبدو أنه أجبره على المشاركة في عملية قتل عصابة وندرلاند، لأن الشرطة عثرت على بصمات أصابع هولمز على أحد الضحايا. توصلت الشرطة إلى كل هذا، وذهبوا لتفتيش منزل هولمز بالطبع. وجدوا هناك كميات ضخمة من مخدر الكوكايين، وأموال وصلت إلى مليون دولار، بالإضافة إلى بعض الأشياء التي أخذوها كتذكار من منزل وندرلاند. كانت القضية قد أغلقت، ولكن لا، لم يقتربوا حتى من حلها. لم يعرفوا أن ناش هو الفاعل الحقيقي، ولم يجرؤ هولمز على الاعتراف عليه. استطاع المحققون معرفة كل ما حدث تقريبا بعدها، حتى مع عدم تعاون هولمز معهم، ولكن لم يكن لديهم أي دليل لإثبات التهمة على ناش ورجاله. لم يتم اتهام ناش قط بجرائم القتل، رغم أنه قضى عقوبة عامين في السجن بتهمة حيازة الكوكايين. في عام 1990 قررت هيئة المحلفين أن ناش كان وراء جرائم القتل، ما عدا شخص واحد من المحلفين صوت مع ناش. واعترف ناش لاحقا أنه قام برشوة هذا العضو $50,000 حتى يشهد معه، وخرج الرجل من القضية وأسقطت. أدين بالرشوة وغسيل الأموال، ولكنه لم يعد للسجن. دفع غرامة قدرها $250,000 وخرج حرا طليقا. توفي ناش عام 2014 عن عمر يناهز 85 عاما، ولكنه قال قبل موته أنه بالفعل لم يفعل هذا ولم يقتل أحد. أيضا كان من الصعب تصديق أن الحارس الخاص بناش وهولمز هما فقط من قتل هؤلاء الضحايا في وندرلاند. أصبحت الشرطة ونحن أيضا في حيرة من أمرنا، هل بالفعل قام ناش ورجاله بارتكاب جرائم وندرلاند وقد أرغموا هولمز على مساعدتهم كما يدعي، أم أن هولمز اتفق مع الآخرين على القيام بالأمر وسرقة ما حصلت عليه تلك العصابة؟ نترك لك التعليق عزيزي متابع قناة وقائع، ما الذي تظن أنه حدث؟ فهذه الجريمة بقيت دون حل حتى وقتنا هذا. دعونا نقرأ آراءكم في قسم التعليقات أدناه. عندما تم اتهام هولمز بقتل 4 أشخاص في منزل وندرلاند، لم يتم إيجاده غير مذنب في المحكمة، بل تم اعتباره ضحية، لأن عصابة ناش هي من أجبرته على فعل هذا. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.